بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أمة القرى لتنذر أمة القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه. فريق في الجنة فريق في الجنة وفريق ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير وكذلك أوحينا إليك قرآنا
وكذلك أوحينا إليك قرآنا القرى ومن حولها لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع فريق في الجنة فريق في الجنة وكذا فريق في الجنة فريق في الجنة وفريق ولو شاء الله لجعلهم أمة
والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير صدق الله العظيم. ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير وهو على كل شيء قدير.
معزول. فالله هو الولي وهو يحيي الموتى. وهو على كل شيء قدير. وهو على كل شيء Yeah.
فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم ليس كمثله شيء ليس كمثله شيء وهو السميع البصير إنه بكل شيء عليم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب ذلكم الله ربي عليه توكلت السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا
ليس كمثله شيء ليس كمثله شيء إنه بكل شيء عليم ليس كمثله شيء السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن إنه بكل شيء عليم شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه
كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. الله يهتدي وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب Let's go.
واستقم كما وأمرت لأعدل بينكم فلذلك بدا واستقم كما أمرت. وحياة حضرة النبي من يومك وانت حساس وابو انور هو الاساس. فلذلك بدا واستقم كما لا
وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت واليه انيب. من الشورى والامر شورى. وكان سيدنا الامام علي اذا اراد من الله شيء رفع يده الى السماء فقال: اللهم اني اسالك بحاميم عين سين قاف. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام عشنا سويا في رحاب هذه التلاوة القرآنية العطرة المباركة التي تلاها على مسامع حضراتكم ذلكم العلم القرآني والعلم الإذاعي قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي وقارئ جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي والمقيم بالقاهرة فضيلة القارئ الشيخ محمود شحات محمد أنور. وقد نقلت لحضراتكم عبر أثير موجاتنا الصوتية مهندس الصوت الأول على مستوى جمهورية مصر العربية الذي نسعد به في أنحاء جمهورية مصر العربية للهندسة الصوتية المهندس مؤمن أنيس التكهاني بالنخاس. أشكر الصرادق المقام الإنارة الحاج محروس الصغير وأخيه الحاج سامي بزازي. وأشكر معنا مخرج هذه الليلة ومصور هذه الليلة وصاحب ورئيس موقع ومنتدى فضيلة الشيخ محمد النيسي الأستاذ علي بدوي معنا في هذه الليلة معد هذه الليلة.